اخوتي الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وصلنا اليوم للحمات ديال مولاي علي الشريف. الحمات مولاي علي الشريف حمات واحد الكنز طبيعي اللي الله سبحانه وتعالى اعطاه لهذه المنطقه. جاو عنده ناس من جميع الدول في العالم، كاين تداعيات، كاين اخواني، كاين حتى بالنسبه للناس ديال الطب والناس اللي زاروا التجربه. شحال من واحد تاكد بان تعافى في هذا العين، ولكن الغريب في الامر انها تعرضت للاهمال. واحد الكنز الترابي اللي عطاه الله سبحانه وتعالى لهذه المنطقه، الا ان تنشوفوا ان الجماعه قال لك هي اللي مكلفه به. غادي نحاولوا ندخلوا واخا ان الريزو طايح بزاف، ولكن هذا النداء غادي قبل ما ندخلوا غادي نحاولوا نبلغوا الرجال. اي واحد عنده غير على هذه البلاد من العيب والعار، هذه الحاله اللي وصلت عليها الحمات ديال مولاي علي الشريف، نحاولوا نضربوا هاد الدوره ونشوفوا حتى الزوار اللي تيستنكروا الاقصاء ديال هاد الحمات. علاش؟ كنز عطاه الله، داوموا فيه مجموعه ديال ولاد الشعب في غياب المستشفيات، في غياب المستوصفات، في غياب الاطباء، في غياب حتى لابيلانس اللي تقدر تعتق هاد الساكنه. ولكن الله سبحانه وتعالى عطاهم واحد العين اللي سخونه بزاف، ما تقدرش انك حتى تستحمل انك تجلس لداخل وسط منها. الله سبحانه وتعالى اعطى خيرات لهذه البلاد، ولكن علاش كتعرض للاقصاء؟ تابعونا. اذا تبارك الله عليكم خوتي العزاز، وتحيه، ودائما نتواجد اخواني في الحمات ديال مولاي علي الشريف. اي واحد يحاول اخي المتتبع يقول لنا واش عمرك تابع عليك الله وصلتي للحمات ديال مولاي علي الشريف؟ حمات اخواني لكل الاجداد ديالنا زاروا هذه المنطقه، ناس اخواني اجانب اللي اعترفوا بهاد المزايا ديال هاد العين، ناس اخواني اللي جاوا وجربوا هاد العين. ولكن للاسف الشديد علاش اخي المتتبع كتعرض مثل هاد المناطق للاهمال والاقصاء؟ الله سبحانه وتعالى اعطانا خيرات، الله سبحانه وتعالى اعطانا خيرات هذه الحقيقه. ولكن ندخلوا نشوفوا الحمات وكي كانت الحمات وكي ولات من العيب والعار هذا الكنز انه يتم الاقصاء ديالو بهذه الطريقه. سولنا الناس قال لك حمد الله حميد من اللي ولات بحال هكا، اما مش حال هذه قال لك ما تقدرش انك حتى تدخل. كاين جوج د لابيسينات داروا لهم الفرانك للدخله، مزيان اي واحد من ولاد الشعب يقدر يدخل تما ويدلك عظيماته. ولكن الغريب في الامر اخي المتتبع انها تعرضت للاهمال والتهميش ولا مبالاه. فاين هو الصندوق مثلا للمبادره الوطنيه؟ علاش ما يعاونوش هاد الناس ويديروا استثمار في واحد البلاصه اللي الله سبحانه وتعالى اعطاهم هاد الكنز؟ كنز اعطاه الله لهاد المنطقه. هنا كنشوفوا نساء مساكن ليله بعد طاجين ولا جوج ما قالها حد لحد. اذا كان سدت هاد الحمات في الايام ديال كورونا، كاين ديور الكرا، كاين بيوت الكرا، كتلقى شباب مثل هذا اللي غادي قدامنا، حيت غادي نقربوا غادي يورينا السوار تيقول لنا مرحبا بكم واش تباتوا. هو مازال تيشير، شكرا خويا. ولكن من العيب والعار بلاصه هادئه، ولكن كما تنشوفوا تعرضات اخواني للاهمال. ها هي الصوره تتكلم، هذا هما القهاوي اللي كاينين هنا، هاد الناس مساكن هما اللي جالسين خطره خطره وتيشكروا وتيعرضوا لعباد الله. راه فين هاز السوارت وتيحاول مسكين باش يقول لك اجي وراه كاينه الدار فين تباتوا. ناس بسطاء، ناس كرماء، ناس بيني وبينكم واخا تخلي الطوموبيل محلوله ما تخافش عليها، واللي ما عندوش الفرنك تيحاول يهبط من هنا وتيمشي في ديك الجهه. راه منين طالعه ديك الطوموبيل تما كاينه العين اللي الله سبحانه وتعالى اعطاها لهذ المنطقه، اللي كتخرج اخواني بواحد الدرجه ديال 70 ربما درجه او مئويه ديال الحراره. الى دخلنا لهناش غادي نقول لكم على البنيه التحتيه، ربما الصوره تتكلم. الناس غاديه للعين اللي عطى الله سبحانه وتعالى لهذ المنطقه، الشباب ديالها بيني وبينكم ظروف الشغل والو ما خلالو لهم حتى شي حاجه. كل شيء تيقول لك واش بغيتي السوارت واش غادي تنعس، هذا هي هادي اخواني في هذا الطريق اللي تيمشي هبطوا الناس مساكن اللي ما عندوش او اللي قال
نمشي ندوش هنا غادي تبان لنا العين وغادي يبانوا لنا الناس وغادي نشدوهم عن بعد. راهم ولاد الشعب فين جالسين تيدوشوا، ناس اللي تيامنوا مساكن كيت اللي جات فيه اخي المتتبع، هي كيت اللي جات فيه في هذا الزمان لا سبيطارات لا بيلانس لا اي اش تيديروا، اذا ما عليهم الا يجيو لهنا كيما تتشدهم الصوره قدامنا. راهم فين؟ راهم جالسين مساكن في الواد، ولكن بيني وبينكم وسخون ما تقدرش تحرك لداخل لان الدرجه عاليه بزاف، فانه كنز لله سبحانه وتعالى عطاه لهذه المنطقه، ولكن علاش الاهمال حتى لهذه الدرجه؟ او ما كما كيبانوا اخواني مجموعه ديال العائلات جالسين مساكن وتيدعيوا الله سبحانه وتعالى، ناس مساكن اللي كل فين هزها في عظامه، ناس مساكن اللي جايين على اساس تيقولوا يا ربي داوينا. ولكن بيني وبينكم كاينه شي حاجه غريبه في هذه العين، هي سخونه بزاف ما تقدرش تحرك حتى لداخل كاع وسط منها. راهم فين تيدوشوا؟ علاش؟ لان كاين واحد جوج د لابيسينات هنا، الا ان بيني وبينكم لا ترميم لا والو، ما كاين حتى حاجه. وحيت سولنا قلنا لهم علاش ما يدوزوهاش مقاولات او لا، قال لك لا كاين صراع سياسي في هذه المنطقه، قال لك كاين صراع سياسي اللي خلى هاد الناس انهم يبقاو متشبتين باش الجامعه هي اللي تسير هذا الشيء. نمشيو نقربوا عندهم، اش بان لكم الدراري؟ واخا مازال تبعني الطريق غادي نمشي، دعيو معنا تبقى الانترنت. اذا تبارك الله عليكم وتحيه لكم اخواني، وهذه من هذا المنبر نناشد المجلس الاقليمي، نناشد الجهه، ربما ما غاديش تقدر طوموبيلتنا تطلع لهنايا، شتي اش غادي يدوز علينا باش نوصلوا؟ هاد الطلعه قاصحه. الدراري محال اش غادي تطلع الطوموبيل. يو غادي تقدر نقيس السكوت بلاتي، واحد المرسيدس داز. لا لا ما دوش ما دوش. اذا خوتي للاسف الشديد بغيت نديكم تشوفوا خوتنا مساكن راهم فين تيدوشوا، ولكن الطريق ما دوزت ليش الطوموبيل. ايوا ماشي من العيب والعار، احنا جينا والطوموبيل ما دوش، اي غير الطوموبيلات ديالهم اللي تيدوزوا اي هيلا عندك الكات كات وخصها تكون ديال الجيم عاد باش تقدر تواليها لهاد. اذا هذه هي الحاله، ما علي الا غادي نرجع. تعذر عليا اخواني انني نوريكم هذه الحقيقه اللي الله سبحانه وتعالى اعطاها لهذه البلاد الخيرات، ونحن على ابواب الانتخابات. رد البال، رد البال على من تتصوت بركه ديك 4000 طلعات الواحد صافي تستغل، واش الحمار تيدير 10000 عباد الله وواحد تيشرب 4000؟ يا الهي رايت الناس قد مالوا الى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. يا إلهي رأيت الناس قد فضوا إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس قد فضوا. راه ما جاي شي عوم مسكين، راه شي تما شي مريض، شي فيه شي حبوبة، شي تيعاني، ناس مساكن ها هما الآخرين مازال غاديين. وماشي من العيب والعار، بوكلان عباد الله بوكلان، يدوز نهار واحد ويسهل المأمورية تاع هاد الناس. واش تجيب امك مسكينه عامره حبوب وتبغي غير تداويها، وباش توصل تما خصك تهزها على عندك. اذا تيسينياليونا. ايوا شتي هنا كنشوفوا اخواني مجموعه ديال الشباب اللي الهم ديالهم مساكن هو يقول لك واش بغيتي الساروت فين غادي تبات. ناس مساكن بسطاء، ناس كرماء، ناس نعم ايه الاخوان، باش تعرف بان كاين طقوس هنا اللي مزيانه، الطقوس اللي راهم عجبوني هنايا، لان هاد العيالات دابا اللي جالسين هنايا راه دايرين خصهم يبقاو جالسين حتى يتسالي ساعه ديال الرجال، وغادي يطلعوا الرجال وعادي يهبطوا مساكن العيالات. فهمتي؟ ها هما العيالات مساكن قدامنا، شيكو وحده مسكينه فين مريضه، ولكن لا بد انهم دايرين في اطار الاعراف د البلاد هنايا كل واحد تيدوز ساعه. هاد الشباب اللي جالسين هنا مساكن كو واحد هالسارو تيقول يا ربي يجي واحد باش يبات. كنشوفوا شقق الكرا مكتوبه مساكن الناس كاتبينها، شقق الكرا وشوف مسكين كي كاتبها غير باش انه يبلغ بان مرحبا بكم عندي. ناس بيني وبينكم واخا تخلي الطوموبيل محلوله قليل هاد الناس باش يغبروك. شباب ها هو شباب طموح، شباب اللي راهم جالسين مساكن
إذا معكم خوكم حميد العقاوي مباشرة إخواني من الحمد مولاي علي الشريف، بنية تحتية مهترة بكل مقاييس. الصورة تتكلم. تصور أخي، كاين دي زاميريكان اللي داروا دي فواياج من أمريكا للحمد، لأن ما قيل من تداوي هنايا حير الناس ديال الطب. ولكن حشومه بيني وبينكم نلقاوها في هذه الحاله، بيني وبينكم كانت محلات للكرة، الناس مساكن في المنطقه كلهم داروا الكراش، غادي دير اقصاء تام. ها هو هذا انا تيوريه الدار فين يمشي هذا السيد، هذا معروف هنايا، هو تيكري الديور والسوارت اللي دات خصو يوقف عليه ويشرح له وتيقول له واش تشكري. كاين الناس اللي عاوتاني تيحاولوا مساكن يبيعوا بعض الديكورات ديال المنطقه، الا ان البنيه التحتيه بيني وبينكم وثروي يا سيدي ثروي. اذا تبارك الله عليكم، هذه الجوله اللي كانت دارتها معكم قناه شوف تي في مباشره من الحمات ديال مولاي علي الشريف هنا اخواني بالخط العارض، وناشد السيد العامل او السيد الوالي او لا مسؤول عنده ضمير ان يتدخل، لان قالوا لي كاينه حرب سياسيه هنايا وكاينه حرب عرقيه هنايا في هذه المنطقه، وكاينه امبراطوريات هنا شي وحدين تيدعيو بان هما الاقوى. لا يا سيدي، رحنا في دوله الحق والقانون، ورحنا على ابواب الاستحقاقات الانتخابيه، وفما علينا الا نديرو يد في يد ونحاولوا نختاروا الراجل رجاز نسليت. كفى استغلال اخواني، راه صافي طبنا مما لا شك فيه، غادي يعرفوني هاد الدراري لان كاين متتبعين عندنا، غادي نهبط نسلم عليهم. السلام عليكم. يا الله، ناس طيبين، ناس بسطاء تبارك الله عليكم. وبالتالي اول حاجه ما قالوا مساكن، قال لك حميد واش وصلتي لهم اش وقع في هذا الحمد؟ قلت له الشباب اراه تقليد هذاك، ورحنا دوزنا، ودابا من دابا مازلت نقولها حمل العيب والعار اننا نشوفوا الحمات بديك الطريقه. شلنا طريق الحمد لله اللي هي طريق وطنيه اللي حلات المشاكل ديال الساكنه، وغتعطي اقبال ديال السائحين وخاصه السياحه الداخليه، لان هي العمود الفقري تاع هذه البلاد. راه حنا فين ما سدوا الحدود كيبدا يبكيو صحاب لي روستون، علاش؟ لان تيعطيو اهميه ديما للبراني. علاش دوك لي زوفيرطا ودوك الاثمنه البخسه ودوك الاثمنه الرمزيه ما دارش للمغاربه، وبالتالي المغربي حتى هو يتسالى بلادو. كتلقى ايكيب جايه من برا مثلا ب 6000 ريال النهار، فيها ترونسبور فيها لوطيل فيها، وحنا 3000 ريال تصدقي انت ولادك غير السلام عليكم مع الصباح 6000. اذا وصلت الرساله وتبارك الله عليكم الدراري، واش نستمروا تشوفوا هذه الاجواء هنا مباشره من نواحي ديال الحمات ديال مولاي علي الشريف. كان معكم اخوكم حميد العقاوي، تحيه لكم، ودائما نقول لا ثم لا الاهمال ديال هذه الحمات تلبيه للطلب الساكنه. وراه كما شلنا راه من العيب والعار ان حتى الطوموبيل ما توصلش حدا البلاصه فين تقدر تدخل امك مسكينه او لبك يكمد عظامه مساكن، لان فيه مرض ولا فيه شي تخربيقه اللي هو تيامن بتيجيكمون بان غيجي لهنا ويداوى. هي كاين حالات اللي تيقولوا ويؤكدون الساكنه بان حالات اللي داوات وخاصه الامراض الجلديه، هادشي ما تنشككوش وما نديروش فيها ديك داد الفاهم راه كيتفاجات. اجيو تشاركوا معايا عاوتاني، وعلى غفله غار زعبل
شكون فينا اللي ما عمرو اللي داز هنا من غار زعبل؟ هذا الغار هو الطريق الوحيد باش تقدر تدوز ما بيننا وما بين الزيادة ديال الاخوان الرشيدية على مستوى الاطلس المتوسط. هنا واحد المول الكاميون متهور الاسبوع الفايت نسى بان راه شام مشرجي بزاف، ايوا هو يدخل حتى لهنا وهنا حصل الكاميون. نحاولوا نسلسوا الكارجي ونشعلوا الضو، ديما هنا في هذا الغيران شعل الضو. اذا تبارك الله عليكم وتحية لكم ونحن في نواحي غار زعبل. واش نستمروا اخواني انكم تشوفوا هذا؟ مرحبا، شكرا حبيب الله. حبيب الله لاباس عليك؟ بخير، انا ان شاء الله جاي الرشيدية والمكتب. المكتب. اذا تبارك الله عليكم خوتي، تنتمنى البارطاج. علاش البارطاج؟ لان انت الا كان استطعتك تدي باك للكلينيك او لا تديه للسبيطار، راه خصك تعرف بان ساكنه المغرب العميق راه مازال مسكينه كتامن غير سير كويه عند هذا، سير ديه للعين الفلانيه، والله راه تيجيب التيسير وراه تيداو الحمد لله. ولكن الا بارطاجيتي وكانك حتى انت عاونتي، لان هذه هي عين عطاها الله سبحانه وتعالى لواحد المنطقه، وكأن الله عوضهم في بعض الأشياء اللي تعذر اللوبية الفساد أنه يفرهم. مثلا المستشفى ما كاينش، ها الله عطانا واحد العين، ها هما سموها عين محمد مولي علي شريف. علماء هضروا بأن هي عندها إيجابيات وخاصة في أمر الجلدية. إذا الله سبحانه وتعالى ها هو سهل عليكم مأمورية وقرب واحد النعمة ديالو لسكينة المغرب العميق، فمن العيب والعار أنك هذيك النعمة الله أنت أيها السياسي الفاسد أنك تستغلها في حملات انتخابية أو لا تحاول نشوفوها في ديك الحالة. فالله يعطيكم الستر، تنتمناو من السلطات المحلية تدخل وتبروتيجي وتحمي المنشآت اللي الله سبحانه وتعالى أنعم هذه الدولة الحبيبة بها. عندنا عيون، عندنا حمات، ها هو شوف غير مولا يعقوب. واش عمل سيدي حرازم الحالة اللي شفت عليها سيدي حرازم؟ راه حشومة، عيب بزاف كاع. وسيدي حرازم هذه شعلات العافية عامين ما جابوش حتى الجي سي بي غير يحيدوا داك البقايا ديال داك الحطام ديال النيران اللي قاست مجموعه ديال التجار مساك اللي دوزوا سنين وقراوا وليداتهم. اذا تحيه لكم وتبارك الله عليكم واجواء رائعه وانتم اروع. يا سيدي اروع اروع، تحيه. إذا تنتمنى بحال هاد، شوف بحال هاد البرامج وخاصة دابا هاد الصيحة من هاد الحمى بالمغرب العميق، راه عندك لاجر إلا بارطاجيتي، راه ربما غتوصل الرسالة لواحد المسؤول اللي غادي يتهزو نفسه ولا يتذكر بين جدو حتى هو كان تيديه تما، راه كانوا والدينا تيجيبونا في الصغر، راه غير هنا كانوا حنا ساكنة المغرب العميق الأمراض الجلدية كنا تنديرو لها التيكال، دواء السم كاع باش يطليك. والله يسمح لنا من حق الوالدين. تبارك الله عليكم، ما يثما ذي استما الزور نسيدي ربي غيفون، ما يثعنا بصحة لاباس كل شي بخير. ماذا لاباس غوري سوق مو لاباس؟ يلا كل واحد يكتب لنا اش من مدينة راه مكونيكتي معنا. تحية للسيد ريس بن عيسى. وتبارك الله على خويا مصطفى المحفوظي المعروف، تحية ليك. ولكن دابا راه بيني وبينكم ما خصني نحترم قانون السير ياك. تحية لكم ونكونوا قدوة، رغم أن كلنا ما معصومينش من الخطأ، ولكن إلا جيتي شي خطرة كتلقى هاد الشرطة بيضاء هاد الخط متصل، راه شي خطرة غير تيديروها على الله وصافي. أنت بحال دابا أنا، وعلاش ما يطلقش؟ راه الرؤية باينة. تلقى دابا غا شي هادي اللي خص هنايا، راه في أوروبا تيجيو دي زانجينيور هما اللي تيحددوا هاد البلايك، وتتجي دي كوميسيون وناس اللي راه عارفة فين دير خط احمر، خط متصل، خط متقطع. حنا لا، واش كاين البراج الجدرمية ليه؟ اه دير لهم، ما ديروش متقطع باش الا دوبل شي واحد يقيد له. لا شوف على حساب الرؤية، هاي الرؤية واضحة دابا هنا، انت واضحة. هو قال خط متقطع، خط متصل، اش غادير له؟
وتحية لكم وتبارك الله عليكم وما سخيتش بكم، فتابعونا طيلة هذه الجولة إن شاء الله اللي غادي ندوزو بها قناة شوف تي في. أننا حاولنا باش أننا ربما غادي نديرو الرشيدية وغادي نمشي لكلميم إلى سخر سيدي ربي، وغادي نمشي نشوف واحد الإخوان ديالي اللي توحشتهم بزاف 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 في المنطقة ديال في إيميل شيل. إيميل شيل إلا كمل الله إن شاء الله، بغيت نمشي بيني وبينكم ونشوفوا الناس ديال إيميل شيل بشحال هادي ما دزناهمش أكثر من سنة، فكان علينا أن نعطيهم حتى هما حقهم مسكن، نشوفوا المعاناة ديالهم وما وخاصة تزامنا مع هاد الحملات الانتخابية دابا اللي قربات وهاد السياسة ديال بعض الأشخاص اللي تيحاولوا يستغلوا سكينة المغرب العميق واحد 15 يوم ديال دعاية انتخابية مقابل 50 هو تيغيب عليهم، نحاولوا نعطيو رسائل نوصيو الاباء ديالنا. هذا قال لي غير بشويه، اذا ولد البلاد دابا الزوينين المغاربه تيتحنوا، اذا كاينين الجدارميه ليه. هذا راه قال لي سير بشويه. خوتي العزاز تبارك الله عليكم، وغادي نحاول دلتي السي حميد في خط متصل. موحى مانيده ام خاين قدام وحما موحى ما تاوي اللي غلو ولا نساو في خط متصل. ليس دوغاس ميزن نشار العضو ذايك الخط متصل ذايك الخط المقطع، راه خص تكون دي كوميسيون اللي خصها تكون لي جان وتكون عند هنايا. راه حنا عندنا لا انجينيور ولا جونيور، لا جونيور تبقى غاسه ميزن قرمو القيطون، ولا انجينيور راه خصو يمشي يقرا تيقرا عليها مسكين، حنا كثارو لا جونيورات. إذا كلمتكم حموحة قال لك خويا حميد والله إلا أفقر جهة فشت. لا لا يا خويا راه هذه المنطقة أعطاها الله سبحانه وتعالى، أعطاها كنز أولا في الناس ديالها وفي الأعراف ديالها، وحتى واخا تشوفها صحراء راه الله سبحانه وتعالى راه عاطي خيرات. راه خويا العزيز ها انت كتشوفها التمره سيدي كاينوها الخيرات، ولكن الله يهدي ما خلق. اذا تبارك الله عليكم، كان معكم اخوكم حميد العقاوي مباشره من جهه درعا تفيلات.